أهلا بكم. أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي عن تشكيل مجلس انتقالي جنوبي برئاسته، وقال الزبيدي إن ذلك يأتي بناء على ما سمي بإعلان عدن التاريخي الذي تم إعلانه قبل أيام، والذي شكل إطارا يحوي قيادات الحراك المختلفة. البيان الذي ألقاه الزبيدي أعلن عن تشكيل هيئة لإدارة ما أطلق عليه المجلس الانتقالي الجنوبي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف أمام هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما أسباب وتداعيات الإعلان عن مجلس انتقالي في عدن؟ وهل تعتبر هذه الخطوة بمثابة خروج وتجاوز للسلطة الشرعية؟ احتقان آخر في عدن، أو هكذا تم توصيفه بعد الإعلان الذي أطلق بشكل مفاجئ وتم من خلاله تشكيل هيئة ستتولى رئاسة مجلس انتقالي لاستكمال إجراءات التأسيس للهيئات الداخلية له. المجلس الانتقالي الذي أعلن اليوم جاء بعد أسابيع من احتجاجات في عدن رفضا للقرار المثير للجدل الذي أصدره الرئيس هادي، وتضمن إقالة 2 من المسؤولين، منهم المحافظ السابق عيدروس الزبيدي وهني بن بوريك الوزير السابق في الدولة. وفيما يمضي المشهد إلى توتر آخر وبروز شكل جديد من الاحتقان، ما يزال الشارع في عدن ومناطق أخرى منقسما بين مؤيد لهذا الفعل وبين آخر معارض. نبدأ نقاش مشاهدين ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. قرار رقم 1 لعام 2017 ميلادية. في خطوة تم الإعلان عنها قبل نحو أسبوع، أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي تشكيل هيئة لرئاسة مجلس انتقالي برئاسته. خطوة أتت بعد أيام قليلة من إقالة الزبيدي وتعيين المفلح وما تلاه من فعاليات احتجاجية توجت ببيان إعلان عدن الذي دعا لتشكيل إطار جامع للحراك الجنوبي وفصائله وقياداته. الهيئة، وكما ذكر في الإعلان، ستتولى رئاسة المجلس الانتقالي وستستكمل ما وصفته بإجراءات تأسيسية لهيئات المجلس المختلفة، وذلك في طريق تمثيله داخليا وخارجيا. وبحسب الإعلان فقد تم اختيار وزير الدولة المقال هاني بن بريك نائبا لرئيس المجلس وعضوية آخرين من قيادات الحراك، علاوة على أسماء عدد من محافظي المحافظات الجنوبية المعينين بقرارات جمهورية، وهو ما عده كثير من المراقبين مؤشرا على وجود فجوة بين الحكومة وبين ممثليها في السلطة المحلية. حتى اللحظة لم تصدر أي مواقف ممن شملهم القرار، ورفض عدد منهم الإدلاء بتصريحات عن حقيقة انضمامهم للمجلس، فيما لا يزال الموقف الحكومي غير واضح، حيث لم يصدر أي موقف رسمي بعد. الكرة الآن بحسب مراقبين في ملعب التحالف العربي الذي أعلن قبل أيام قليلة تشكيل لجنة ثلاثية عليا برئاسة اليمن وعضوية السعودية والتحالف للتنسيق بخصوص الأوضاع في اليمن وعمليات التحالف. إصرار الزبيدي على المضي في تشكيل كيان جنوبي يدل على استمرار رفض قرارات الرئاسة ومحاولات تطويع الأوضاع في عدن، لكن الجديد في الإعلان تمثل في الإطاحة بالقيادات التاريخية للحراك الجنوبي، وهو ما يعني تخلق حالة سياسية جديدة وإن بمضمون قديم. وبينما يمضي المشهد في عدن إلى كثير من الاحتقان، يقول مراقبون إن الوضع سيلقي بظلاله أيضا على المحافظات الشمالية وما يتعلق بتأخر مسألة الحسم العسكري هناك، ومن ثم باقي المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من الرياض وكيل وزارة الإعلام الأستاذ نجيب غلاب. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا أهلا وسهلا بك ومساء الخير والعافية. حياك الله أستاذ نجيب. إذن مجلس انتقالي في عدن، إعلان لتشكيل هيئة لتمثيله داخليا وخارجيا أيضا، الحكومة الشرعية كيف ترى هذه الخطوة؟ أولا يعني واضح من الإعلان الذي أعلنه عيدروس أنه انقلاب مكتمل الأركان، بالذات أنه لم يعني يعلن عن كيان سياسي وإنما عن مجلس انتقالي لإدارة الجنوب وتمثيله داخليا وخارجيا، وهذا بشكل واضح هو إعلان انفصال بشكل منفرد من قبل عيدروس ومن يؤيده. وأنا أعتقد أني لا توجد كتلة كبيرة اليوم في الجنوب ممكن أن تنخرط داخل هذا يعني داخل هذا المجلس الانتقالي لأسباب كثيرة. اولا انه لا يوجد البنيه التحتيه اليوم يعني لفكره تاسيس دوله في الجنوب. ثانيا لانه الاعلان هذا يتناقض تناقضا جذريا وكاملا مع المرجعيات التي تعتمدها الشرعيه،
وتتناقض تناقضا جذريا كاملا ايضا مع اهداف عاصفه الحزب، وايضا تتناقض مع مبادئ والجامعه العربيه ومع مبادئ الامم المتحده. وبالتالي انا اعتقد انه هذا المجلس ليس الا محاوله لجر يعني لمحاصره الشرعيه، اما النتائج العمليه لا، فانا اعتقد انها يعني لن تكون الا محاوله للضغط بشكل او باخر لتحقيق بعض المكاسب او السعي باتجاه الفوضى. الاهم من كل ذلك انه سنجد انه هذا المجلس واعلانه احتفلت به اطراف الانقلاب، وايضا احتفلت به ايضا وسائل اعلام الاعلام اللي اذرع ايران. أما الإعلام العربي بكافة تنوعاته فلم يهتم بهذا الإعلان وكأنه لم يكن. طيب أستاذ نجيب، الآن يعني كيف يمكن النظر إلى أن قائمة القيادات التي تم اختيارها لعضوية المجلس كان من ضمنها أفراد بداخل الحكومة أو عينوا من قبل رئيس الجمهورية؟ يعني هناك معلومات الآن بدأ يتداولها الإعلام أن هناك نفي من قبل يعني يعني المحافظين وأيضا الحالمي الوزير، وأنا أعتقد أنه يعني بشكل أو بآخر تم ضم أسماءهم، وربما لا معلومات لديهم عن طبيعة الإعلان، ربما تم إقناعهم بأنه مجلس يعني بأنه كيان سياسي جنوبي يعني أشبه بحزب، لكن أن يتحول إلى مجلس انتقالي أنا أعتقد أنهم لن يقبلوا، وإذا قبلوا بالأخير لم يعد لهم علاقة بالشرعية، الخيار الأفضل لهم أن يقدموا استقالتهم. وأنا أعتقد أنا حسب يعني المعلومات الآن المتداولة أنه لا علاقة لهم بهذا الإعلان، وأغلبهم يعني نفوا عبر وسائل إعلام متعددة وحتى عبر اتصالات أنه تم إقحام يعني أسماءهم داخل هذا المجلس، وبالتالي هذا أول مسمار يعني مسمار في نعش هذا المجلس. طيب يعني لأفهم منك الصورة بشكل أكبر، إذا كان هذا الإعلان يقصد به تشكيل كيان سياسي بداخل الجنوب لتمثيل يعني من يؤمنون بفكرة الجنوب والقضية الجنوبية والحراك الجنوبي إلى آخره، ليست هناك مشكلة، لكن الإشكالية في تحديد أنه مجلس انتقالي لإدارة البلاد داخليا وخارجيا كما هي أحد بنود هذا الإعلان. نعم نعم، مسألة الكيان السياسي هذه مسألة طبيعية من حقهم الآن، من حق أن القوة الجنوبية حتى أنا ما أسمي تيار الاستقلال في الجنوب من حق أنه ينظم نفسه سياسيا عبر تكوين سياسي، لكن التحول إلى مجلس انتقالي وبهذه الطريقة، ثم أنه عيدروس يعني يدعي أنه القائد وأنه هو يعني مخول وله كامل الصلاحيات باتخاذ الإجراءات الكاملة لتنفيذ بيان عدن وأيضا تنفيذ هذا إعلان المجلس الانتقالي، هذا أيضا في إيحاء باستخدام القوة العسكرية، بمعنى أن هناك اتجاه لاستخدام القوة لتنفيذ أهداف هذا المجلس، وهذه مسألة خطيرة، بمعنى أنه يقودوا اليوم الخاسر الوحيد في هذه المعركة هو الشرعية فقط وأيضا التحالف العربي، أما الانقلاب فهي محاولة بشكل أو بآخر يعني للحفاظ عليه وأعطاه دفعة أخرى لمحاولة شرعنة نفسه وشرعنة وجوده، وبالتالي المستفيد الوحيد اليوم من هذا الإعلان ليس إلا الحوثية. طيب يعني قبل أيام كان هناك ما عرف بإعلان عدن التاريخي، كانت هناك يعني أحاديث أو تصريحات إعلامية لمحافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي أن العمل سيكون بالتنسيق مع الشرعية، كانت هذه في سياق تصريحات، لكن اليوم غاب هذا الحديث عن التنسيق مع الشرعية بداخل الإعلان نفسه كما أرى الآن، هل هناك تناقض في ذلك الحديث إذن؟ نعم، كان حديثها السابق كان في نوع من العقلانية، لكن بعد إعلان مجلس انتقالي ويعني والحديث عن تمثيل الجنوب داخليا وخارجيا هو إنهاء كامل للشرعية في المناطق المحافظات الجنوبية ورفض كامل لها، وبالتالي يعني تصبح يعني ندخل في معضلة أخرى وصراع داخل يعني بنية القوة المتحالفة مع التحالف العربي، وأيضا
تناقض داخل الشرعية مع هذا المجلس، يعني لأنه الشرعية لن تقبل به، وبالتالي فكأننا نفجر معركة في النهاية مآلاتها لن تخدم إلا الأطراف الانقلاب. طيب، في صنعاء. لكن بالمقابل أستاذ نجيب، يعني ما الذي سيدفع محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي ومن يعني يبدو أنه سيقف معه بهذا الإعلان كنائب مثلا هاني بن بوريك وزير الدولة السابق، لإعلان هذا الإعلان في ذلك يعني في هذا الوقت تحديدا، خاصة بعد هذه المظاهرة، دون الأخذ باعتبارات ما تتفضل به من تأييد الشرعية وغيرها من الأمور؟ ما أنا أعتقد أنها مغامرة مجامرة، وهي نتيجة انفعالات وتعبئة طويلة. حتى التحالف العربي بما في ذلك الإمارات، أنا أعتقد أنه معاكس كليا حتى لمصالح الإمارات ودورها في اليمن، وأيضا هو تحدي واضح للمملكة العربية السعودية، لأنه هذا الإعلان المجلس الانتقالي بهذا الشكل هو يعني يهدد عاصفة الحزم، وهو يعني بشكل أو بآخر اليوم يعني وكأنه يسحب شرعية التدخل العربي في اليمن لاستعادة الدولة. يعني اليوم من ناحية فعلية ومن ناحية وادعية، إعلان عيدروس أنا أعتقد أنه من أبرز المعوقات الآن أمام الحل السياسي، أمام أي تسوية سياسية، أمام العملية السياسية، أمام استعادة الدولة. وبالتالي أنا لا أستبعد أن يضم اسمه إلى ضمن المعرجلين في دائمة العقوبات. هذه مسألة يعني إذا كان الناس لديهم، إذا كان المنظومة الدولية والتحالف العربي والشرعية الملتزمين بالأهداف، عليهم أن يرفعوا أن يضموا اسم عيدروس ومن يؤيده من المجلس السياسي، أو يسعى باتجاه استخدام القوة باعتبارهم ضمن المعرجلين ويضعوا عليهم عقوبات. فلا فرق اليوم بين الانقلاب الموجود في صنعاء والانقلاب الموجود في عدن إذا تحول إلى يعني مؤسسة عملية وتم استخدام القوة. طيب، يعني أنت تحدثت الآن عن نقطة مهمة وهي التعامل مع السعودية بداخل التحالف. هناك من يتحدث على احتمالية أن يكون هناك نوع من الخلاف بداخل التحالف العربي حول هذه النقاط وحول محافظات الجنوب عموما. يعني قبل أيام مثلا كان هناك مقال لعبد الرحمن الراشد وهو المحسوب على التيار الليبرالي في السعودية، يعني لم يقتنع كثيرا فيه يعني بخيار الانفصال بالنسبة للجنوب أو تشكيل مثل هكذا كيانات. هل إذن هناك نوع من التحرك غير المفهوم أو غير المعروف إلى من يعتمد عليه يعني القيادات التي هي في الجنوب في التحرك بهذا الخصوص؟ أنا أعتقد أنه هذا عمل فوضوي وعمل كما قلت مغامر، وهي نوع من الضغوط والابتزاز، وهناك يعني اندفاع بشكل أو بآخر، وهناك اختلافات بين الرئيس هادي مع عيدروس بسبب إزاحته من المحافظة. أيضا حصل نوع من الغرور بسبب التشكيلات العسكرية التي أصبحت تمتلكها بعض القوى المنادية بفك الارتباط. هذه الأمور ربما دفعتهم بهذه الاتجاهات يعني الغير عقلانية، لكن بالنسبة للتحالف أنا أعتقد لا يوجد اختلاف نهائيا بين أطراف التحالف فيما يخص الأهداف الكاملة، الأهداف الكلية لعاصفة الحزب. هناك أهداف واضحة وبينة، وهو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وأيضا هي معركة مصيرية فيما يخص إنهاء النفوذ الإيراني في اليمن من أي، وبالتالي لن تتوقف معركة استعادة الدولة. صحيح أنه هذا الإعلان عمل حالة من التعديد وفتح الأبواب على مشاكل كثيرة، لكن أنا أعتقد أن هذه الأزمة ستقود إلى تفكيك الأصوات المغايرة للأهداف الكلية لعاصفة الحزب. طيب، يعني هو بكل تأكيد يجب الإشارة الآن أستاذ نجيب إلى أننا نحاول الآن التواصل، وحاولنا منذ الإعلان التواصل مع من تم إعلان أسماؤهم بهذا الإعلان، سواء من قبل الأسماء التي عينت يعني في الرئاسة أو في رئاسة هذا المجلس أو العضوية، سواء من محافظي الدولة أو الوزراء أو حتى الأسماء الأخرى. وكان هناك اتفاق مع أحد أعضاء المجلس السياسي الانتقالي السيدة نيران سوقي على أن يعني تتحدث وتصرح معنا في هذه الحلقة، لكن الآن لا استجابة للهاتف عند محاولتنا. يعني هل هناك نوع من
عدم وضوح في الخطوة التالية الآن أستاذ نجيب في ما سيجري بعد هذا الإعلان؟ لا أنا أعتقد لا يوجد أي يعني لا يوجد لديهم خطة واضحة. أنا أقول لك إنه هذا عمل انفعالي قد يكون مخطط له بشكل أو بآخر، وأنا أشوف يعني هناك اتجاهات بشكل أو بآخر يعني تحاول أن تحمل التحالف هذه المسألة. أنا أقول لك بيقين كامل من متابعة كاملة، لا علاقة للتحالف لا الإمارات ولا السعودية بهذه الاتجاهات الفوضوية، لأنها تتناقض جذريا مع أهداف عاصمة الحزم، وتتناقض بشكل كامل مع يعني مع المعركة المصيرية التي يديرها اليوم العرب. وبالتالي هذا الهروب هو دليل الضعف والعجز، وهي أنا أعتقد أنه اللي بيندفعوا باتجاه هذا الإعلان ربما يعني يواجهوا مشاكل كثيرة مستقبلا، وبالذات القيادات. عيدروس أنا أقول أنه ربما يضم إلى قائمة العقوبات مثل مثل صالح والحوثي وأبو علي الحاكم. لدينا معركة واضحة في اليمن، هذه المعركة أهدافها يتفق عليها كل الأطراف الدولية، يتفق عليها كل أطراف كل الدول الإقليم بلا استثناء، وبالتالي لا يمكن اليوم تهديم هذه المعركة بسبب انفعالات أو طموحات شخصية أو طموحات لبعض التكوينات الأقلوية. نعم، طيب أشكرك أستاذ نجيب وكيل وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير، من بعده نستأنف النقاش في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا، حيا مرحبا. حياك الله أستاذ عبد الرقيب، كيف تقرأ خطوة إعلان المجلس اليوم؟ ما هي الأسباب التي دفعت لي هذا الفعل السياسي في عدن؟ يبدو أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد كبير من قبل المحافظ المقال عيدروس الزبيدي والوزير المقال أيضا والمحلل التحقيق هاني بن بريك في مواجهة الشرعية، الكيان السياسي الذي يقف على رأسه محافظ مقال ووزير أقيل وأحيل إلى التحقيق، وبكل تأكيد كيان سيعمل ضد الشرعية بكل ما أوتي من قوة ومن دعم. حمل هي سلسلة خطوات بدأت بإشهار الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي إثناء ما كان محافظ عدن على منصبه، ثم بعد الإشهار قام بجمع عدد من الجماهير وأشهر هذا الكيان، واليوم الأمور ذاهبة إلى التصعيد. أعلن بوضوح أن هذا الكيان هو الذي سيمثل الجنوب داخليا وخارجيا، حاول استقطاب قيادات المجالس المحلية أو السلطات المحلية في 6 محافظات جنوبية، وبالتالي هو انقلاب واضح، هو انقلاب ثاني على الرئيس عبد الرب منصور هادي، على الشرعية الدستورية، على دول التحالف أن يحصل هذا الانقلاب اليوم هنا في عدن. هو 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 يضرب أو يطعن التحالف والحكومة الشرعية في الظهر وفي عاصمتها المؤقتة وفي منطقة حررت بالجيش الوطني بالمقاومة بجهود التحالف. لكن لا ندري إلى الآن ما هي ردود فعل السلطات الرسمية على هذا الإعلان، لم نسمع حتى الآن رد فعل أو إعلان يعني واضح بهذه الخطوة التصعيدية. الإعلان تحدث عن شراكة مع دول التحالف وفي مواجهة المد الإيراني والإرهاب، ولكن لم يقل لنا كيف سيتشارك التحالف مع مكون انقلابي في عدن ليواجه مكون انقلابي آخر في صنعاء. أي مصوغ شرعي وقانوني سيقف التحالف في هذا المربع؟ الأمور خطيرة. طيب أستاذ عبد الرقيب، نعم، يعني هو يجر إشارة إلى يعني تأكيد لمرة أخرى أننا نحاول التواصل مع الأعضاء الذين تم الإعلان على أنهم في هذا المجلس الانتقالي سواء في رئاسته أو غيرها، لكن إلى الآن ليس هناك ردود على الاتصالات. أنت الآن في عدن جنوبيا، كيف يبدو المشهد؟ يعني هل هناك نوع من الانقسام؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ هو 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 انقسام كبير موجود داخل الشارع الآن. البيان
التشكيلة التي أعينت اليوم بقائمة القيادات المجلس الانتقالي أقصت أبين على سبيل المثال أقصت مديرية الصبيحة. يمكن أن تلاحظ قيادات كبار من أبين تقف بلهجة قوية ضد هذا المجلس وتتحدث عن تطويع مناطقي أو صراع مناطقي في عدن. هناك انقسام كبير وربما نشهد خلال الأيام القادمة تحركات مشابهة لهذا الإعلان من قبل أطراف أخرى في إطار التنافس. نحن في الجنوب نعيش منذ 11 عاما تشكيل هذه الكيانات ابتداء من جمعية متقاعدين إلى مجلس الوطني إلى مجلس تنسيق حركة نجاح إلى كثير من المكونات. هناك سوق يعني متزايد في الجنوب مثل هذه التنسيقات. لكن الغريب اليوم والمصيب أن هناك دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بإعلانها خلف هذا المكون الجديد. وبالتالي نحن أمام سؤال كبير عن دور التحالف وعن موقف المملكة العربية السعودية من هذه التحركات. نعم، إذن أشكرك أستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من عدن. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ الدكتور عيدروس نقيب رئيس مجلس أو رئيس مركز شمسان للدراسات، ينضم لنا على الهاتف من بريطانيا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله دكتور. كيف ترى هذه الخطوة اليوم التي أعلنها محافظ عدن السابق عيدروس زويدي؟ شكرا جزيلا أولا بالتحية والتقدير إلى شعبنا الجنوبي الأبي، وأبارك له هذه الخطوة على طريق الألف ميل في النضال من أجل استعادة دولة الجنوبية المخطوفة والمغتصبة في حرب 1994. طبعا لم أستمع إلا قليلا من حديث ضيفك السابق، لكنني أريد أن أقول ما قلته في منشوري على صفحتي على الفيسبوك وفي رسالتي إلى رسالتي الصوتية إلى الأخوة الذين تم انتدابهم اليوم لقيادة الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي. هذه ليست إلا خطوة واحدة على طريق الألف ميل، وما جرى اليوم اتخاذه من خطوة هي خطوة مباركة بلا شك، ولا شك أنها تأتي لتلبية طموحات سنوات طويلة من النضال من أجل توحيد القيادة الجنوبية. وفي هذا الصدد قلت لزملائي الذين تم انتدابهم اليوم، ليست هناك مشكلة في الأسماء، لو أنت يعني مهما كانت الأسماء التي تم اختيارها طالما وهم مؤمنين بعدالة القضية الجنوبية وبحق الجنوبيين في استعادة دولتهم، فالموضوع ليس تشريفا وإنما تكليفا، وكان الله في عونهم في التحديات التي تقف أمامهم. من الطبيعي أن ما جرى اليوم ليس شطبا لمرحلة تاريخية من تاريخ نضال شعبنا الجنوبي، وإنما هو استمرار ومواصلة لما اجترحه شعبنا طوال 25 سنة الماضية. وبنفس الوقت أدعو المكونات السياسية المختلفة والمتعددة والكثيرة من المهرة إلى باب المندر أن تتعاون وأن تتفاعل مع ما يتخذ المجلس الانتقالي من إجراءات وما تتخذه من خطوات، وأن تعمل على مؤازرة ومساندة من تم انتخابهم. أما الذين يتحدثون عن إقصاء أو عن تقاسم النصيب أو وجود محافظة وما وجود محافظة، كل المحافظات ممثلة، ونحن لا يمكن أن نمثل كل العشائر والقبائل والقرى والأرياف والأصقاع. الموضوع هو مهمات ينبغي أن يتصدى لها الجنوبيون، وعلى الذين يشعرون بأنهم بحاجة إلى العمل أو إلى تبوئ مواقع في هذا المجلس عليهم أن يعملوا مع هذا المجلس وأن يؤيدوا وأن يؤازروا، لا أن يطالبوا بنصيبهم من الكعب. طيب ليس دكتور عيدروس، دكتور عيدروس، يعني الآن هو بكل تأكيد يعني للجنوبيين الحق في وجود كيان يمثلهم، كيان سياسي، لكن الآن من يتحدث أو يعلق على وينتقد هذا البيان أن من مادة المختصة بمهام واختصاصات هيئة رئاسة المجلس أن بها إدارة وتمثيل الجنوب داخليا وخارجيا، ولم تذكر الشرعية اليمنية ولا التعاون مع الشرعية اليمنية بأي شكل من الأشكال بداخل هذا الإعلان. إذن كيف يفهم ذلك الأمر؟ يبدو، وهذا ما لاحظته حتى في بيان 4 مايو، يبدو لي أن الأخوة يتقشفون في الاسترسال في التفاصيل والحديث عن المهمات والاستراتيجيات والأبعاد والخلفيات، ولكنني ما فهمت من التعامل مع التحالف العربي
هو أنه سيتم التعامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبقية الدول الداعمة للحرب ضد الانقلاب وضد المشروع الفارسي أنهم سيعملون معهم. أنا أدعو الأخوة في المجلس الانتقالي لأن يتعاملوا مع الشرعية باعتبارها نزيج بالحوار معهم من أجل القضية الجنوبية. وأدعو الأخوة في السلطة الشرعية برئاسة الأخ عبد الرب منصور هادي وحكومته على أن ينظروا إلى المجلس السياسي أو المجلس الانتقالي على أنه شريك وند يمثل القضية الجنوبية ويعبر عنها وأن يتعاملوا مع هذا المجلس باعتباره ممثل الجنوب والجنوبيين. أما إذا بدأت الشرعية أو بدأ حتى المجلس الانتقالي يتعامل مع الشرعية على أنهما خصمان متواجهان، نحن مختلفون عن القضية الجنوبية نعم، لكن يجب أن يكون هذا الاختلاف على بساط البحث والحل عبر العملية السياسية وليس عبر المواجهة. يعني دكتور هناك حاجة لوضع يعني بشكل واضح تحديد الموقف من الشرعية اليمنية، لأن هناك من يتحدث على أن هذا الإعلان يمثل نسف لفكرة الشرعية اليمنية يعني القرارات الدولية الداعمة لها في مجلس الأمن وغيره من مبادرة خليجية. لا شك أن القضية الجنوبية مغيبة في كل المرجعيات التي تتحدث عنها الحكومة الشرعية، لكن على الحكومة الشرعية أن لا تتكئ فقط على القرارات الدولية أو على المرجعيات الثلاثة التي يتحدثون عنها، لأن القضية الجنوبية مغيبة حتى في مخرجات الحوار الوطني. جرى مصادرة حق الجنوبيين أن يعبروا عن أنفسهم واكتفي بممثلين، جرى انتقاء من انتقاء بعد أن انسحب الجنوبيون من مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي فإن القضية الجنوبية ستظل حاضرة حتى لو لم تذكر في قرار مجلس الأمن الدولي ولم تذكر في المبادرة الخليجية وذكرت على الخفيف في قرارات مؤتمر الحوار الوطني. لكن هذه النصوص ليست مقدسات، هذه المرجعيات الثلاث هي عبارة عن مرتكزات يمكن الانطلاق منها لحل معضلات اليمن بما في ذلك القضية الجنوبية التي يجب إعادة النظر في الموقف منها. على الأخوة في الخطة الشرعية أن يراجعوا ما جرى خلال العشرين سنة الماضية وكيف تم التعالي على القضية الجنوبية وتجاهلها ونسيانها، وأخيرا أثبتت القضية الجنوبية أنها هي الرقم الأول في معضلات اليمن. إذا أشكرك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز الشمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا، والمعذرة لضيق الوقت نضطر إلى إنهاء هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. في ختام الحلقة يجب التأكيد والإشارة إلى أن حاولنا التواصل مرارا مع من أعلن عن أسمائهم في رئاسة هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن ضمنهم أيضا وكان قد اتفقت معنا السيدة إذن نيران سوقي، إذا كنا اتفقنا معها لكن إلى الآن لم ترد على اتصالاتنا. بهذا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة تفضلوا بقبول تحياتي أنا وجيه السمان والزميل محمد نبيل عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.